النهارده كمان أدلى لاعب تنس الطاولة إبراهيم حمدتو بصوته في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم واللي مستمرة حد 2/3. طبعا إبراهيم حمدتو أكيد أنتوا عارفين واحد من أشهر لاعبي تنس الطاولة في البارالمبيكس في العالم. معانا على التليفون إبراهيم بنفسه. أهلا بيك إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله والله يتنعم. الحمد لله. مهم عندي ان انا اسالك، شفت النهارده الصبح المشهد الانتخابي ازاي وانت رايح لجنتك الانتخابيه؟ لا الحمد لله رب العالمين، دايما يعني قريتنا كفر سند البلد، يعني بنسميها الجمهوريه داخل الجمهوريه. يعني النهارده كان في حشد غير طبيعي، يعني الواحد ما كانش متخيل المنظر الحلاوه والجمال ده. النهارده في النهارده يعني ملحمه وطنيه جميله قوي النهارده بتمثلها كفر سعد البلد. يعني كانت التصويت بالنسبه لك كان سهل، كان ميسر، شفت انه الاجراءات جيده؟ لا احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، يعني النهارده كان في توظيم رائع. النهارده المستشارين اللي موجودين بيرحبوا بالناس، يعني النهارده كان في سلاسه في الموضوع، ما حدش كان بياخد اكتر من دقيقه، وكانت العمليه يعني في منتهى الامان.